لا زوي نجوى، امال فين زازوي؟ معرفش، من ساعة اخوك شريف ما جه وهو فص ملح وداب. ايه ده؟ شريف اخويا جه الحمد لله على السلامة، امال هو فين؟ البت بهية قالت لي ان هو جه من هنا وخرج جري على طول، ما رجعوش غير الفجر. ايه ده؟ يعني ما ناموش هنا؟ طب مش مشكلة، لو سمحت اطلعي علشان تدي لبابا الحقنة. لا لا، يعني ايه لا؟ هنسيب بابا كده من غير ما ياخد حقنته؟ ياخد حقنته بأجر، بفلوس، يطلع من الكنوز اللي على قلبه ويديني، ولا يجيب ميرفت بنت الحسب والنسب تديه الحقنه بالشياكه. جرى ايه؟ مريه نجوى، ميرفت برضه بتعرف تدي حقن؟ لما انتوا عارفين قيمتي قوي كده، ما بتدونيش حقوقي ليه؟ يا ستي اذا كان على موضوع الاوضه، لو عايز تتكلم مع ابوك تتكلم معاه واكون انا واقفه قدام عينيا اسمع بوداني واشوف رايه واسمع هيقول ايه بالظبط. ازاي؟ الله، ازاي الكلام ده شوكت بيه؟ الله، للدرجه دي الموضوع مش سامع؟ الله الله، انت بتتكلم جد؟ هيقدموا استجواب؟ استجواب في المجلس؟ الله 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 الله. وبعدين؟ لا يا عمي، الله افهم، انا زعزوع من عيلة زعزوع في دمنهور، ما تهزش. لا لا لا، اطمن اطمن، انا عندي حصانة. هي الحصانة بتلعب ولا ايه؟ مع السلامة شوكت. هو لا شوكت حسين رئيس البنك؟ ايوه. وايه الموضوع يعني اللي مخليه يكلمك النهاردة؟ مصيبة يا ميرفت، مصيبة. ما تهولش الحكاية بس فهمني. شوكت بيقول انه هيقدموا بكرة استجواب في المجلس لوزير الاقتصاد. بخصوص ايه؟ بخصوص القروض اللي انا خدتها من البنوك. ما كل الناس بتاخد قروض، يعني هي جت عليك انت؟ على الاقل انت ما سبتش البلد. وبعدين معاك ايه؟ امال ان ما كنتيش يعني مديري فرع كنت هتقولي ايه؟ اصل انا شايفه ان الموضوع ما فيهوش حاجه. طبعا، ما هو البنك بتاعكم بنك سكه صاير، يعني لما يدي قروض هيدي ملالين. غير ما تطلع عقدك عليا، فهمني. ميرفت، انت متقلبه، ايه رايك؟ وانت راجل سوري لسانك طويل. بقول لك سد بقك، هخلي نهارك مش هيفوت. ده انا بقى اللي هخلي نهارك مش هيفوت وهفرج عليك البيت كله. انت يا ميرفت بتقول الكلام ده؟ انت تفرج عليا البيت كله؟ ايوه يا سام. اما انا حلمت حلم امبارح يا ولاد جميل ما حصلش. خير يا بابا، اللهم اجعله خير. خير ان شاء الله. حلمت بقى ان انا راكب حصان ابيض فابيض، مناخيره بيضة وبقه ابيض وعينيه حتى بيضة وحواجبه بيضة، مفيش فيه اسود غير ديله اسود. خير الحمد لله خير. تقصدي ايه يعني؟ لا ما تقصدش، كمل يا بابا بعد الديل. وشفت بقى ايه كمان في الحلم؟ ان انت واخواتك عمالين تزرعوا وتحصدوا في الارض وتطلعوا خير كتير وخليتوها جنة. ان شاء الله جنة. على فكرة يا بابا كنت عايز اخد رأيك في حاجة كده بالنسبة لسامي ومراته، عايزين يناموا. وماله سامي ده؟ انت عارف ان هو بقى دلوقتي يعني العزوة بتاع البلد والعزوة بتاع العيلة كمان. ايوه عايزين يناموا. يناموا يا حبيبي، ان شاء الله ياخدوا احسن اوضة، ان شاء الله حتى ياخدوا اوضتكم انتوا. ما هم خدوها فعلا. اهو كده لازم يكون قلبكم على قلب بعض يا حبيبي، لازم. استأذن انا بقى ما دام دخلته في القلوب. مع السلامة. اسمع، اوعى تسمع كلام مراتك دي، سوه وعاوزة تحرضك على اخواتك وتكرهك فيهم. غريبة يا بابا، أول مرة تهنيني على اخواتي. بالمناسبة الشريف ومراته هما كمان وصلوا. وصلوا؟ وصلوا امتى؟ أنا ما شفتهمش، قالوا لي وصلوا وخرجوا راحوا مشوار على طول. مشوار، انا عارف المشوار. راح برضه للبدو عشان يتفرج على الرقص والغنى بتاعهم. من صغره كنا نبعت نجيبه من هناك. من صغره، ما هو ده اللي تعبني، هو ده اللي تعبني طول عمري. قلبي بابا بابا نجوى. بابا بابا رد عليا يا بابا. انت عندك بتعملي ايه؟ بشوف الادويه وبشوف العيال اللي مستخسر في نفسه الدواء. ازازه الدواء خالصه بقالها 5 ايام، كل يوم يقول لي مصمصيها ولقيها، احط فيها ميه ومصمصيها ولقيها ويشربها. الله، وبعدين معاك يا الله.
مفيش دكتور؟ ما هو بيجيب الدكتور بتاع الوحده الصحيه ابو 2 جنيه، هو اللي بيشرف على علاجه. ما تبعتي تجيبيه. وانا بشتغل. سكتي يا سامي بقى. سكتي يا سامي. ابويا 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 هتموت يا راجل. بابا رد عليا يا بابا. في نفس؟ لسه في. يعني عايش؟ زقزوقي زقزوقي. ايوه ايوه استهان. التليفون ما فيهوش حراره. هو مفيش فواتير بتدفع وكامل بيه ما بيدفعش انت عارفه. وانا ياما نصحته وقلت له ارحمني. هتحكي لي قصتك انت وهو؟ ارحمني. ما انا عارفه انه ما بيدفعش. طب بقول لك ايه، اجري جري على الوحده الصحيه هات لي الدكتور وتعالى بسرعه. هي النوبه رجعت له تاني؟ المره دي اشد من كل مره. بالمره اعدي على الحنوتي عشان يستعد. امشي بقى. اقعد بس اهدى، ما تعيطش صوتك راح. اقعد اهدى بقى، بلاش لعب العيال ده. اعمل ايه بس؟ اعمل ايه؟ مش قادر اتصور اني هعيش من غير بابا، ولا اول ما شفته هو مسلطع على السرير. صباح الخير شريف. سامي اخويا حبيب قلبي. يا اخي في مسافه بيني وبينك. شريف اهلا يا حبيبي. عبد العسلام. اهلا اهلا. اقعد اقعد يا حبيبي احكي لي. مين ده يا سامي؟ ده شريف اخوك. اصل احنا متبرين منه، فبابا قال لنا تبروا منه فتبرينا منه كلنا. ليه؟ عمل ايه؟ ولا حاجه. اصله ساب الطب وشغل رقاصه. اشتغل رقاصه يعني اشتغل مع رقاصه. يعني هو مزيكاتي. ومين اللي معاه دي؟ سونيا مراتي. صحيح. اهلا 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 يا سونيا. اهلا اهلا يا منير بيه. كريم شانتيه. شانتيه ان شاء الله. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. مين هذا يا شريف؟ ده سامي اخويا الكبير حضرة النائب. بيشتغل ايه؟ مالك ترتعش كده ليه؟ لا ما بترعش ولا حاجة. اصل ده شريف، احنا متبريين منه عشان كده تلاقيه يعني متلخبط شوية. طب لما انتم متبريين منه ايه اللي جايبه النهارده؟ طمني يا منير، بابا اخباره ايه دلوقتي؟ والله حالته مستعصية شوية، بعدنا نجيب له الدكتور. وهجيب نجوم نطمن عليه؟ لا لا أرجوكم ممنوع الزيارة.